هرفع قضية بتصريحاته مستعدة للدي ان اي وتؤكد ما صرفش على الاولاد غير 40,000 جنيه. هالة صدقي تحتفل بتخرج ابنائها وتوجه رسالة للامهات المحترمات. تطورات جديدة، هالة صدقي تحارب من اجل طفليها. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9,000 لايك. لو بتحب هالة صدقي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع هالة صدقي. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. نجوم دخلوا بسرعات قضايا إثبات النسب هالة صدقي آخرهم. يواجه المشاهير العديد من المشاكل والمعوقات في حياتهم الشخصية، ولعل القضايا الأكثر غرابة والتي بادت بمثابة شبح يطارد العديد منهم هي قضايا النسب التي عادت إلى الواجهة بعدما خرج المحامي سامي زكريا زوج الفنانة المصرية هالة صدقي وأنكر نسب طفليه إليها، مؤكدا على أن طفليه اللذين يعيشان معها حاليا هالة ليست وليدتهم الحقيقية. وشهدت قضية هالة صدقي الكثير من التفاصيل، كان آخرها إعلان سامي زكريا بأن يعترف بأولاده 100%، لكن المشكلة أن هالة صدقي ليست أمهما الحقيقية. هالة زرعت بويضة من سيدة أخرى دون علمي، وهو الأمر الذي جعله يطالب بإجراء تحليل دي ان اي لأولاده للتأكد من أن هالة صدقي ليست أمهم الحقيقية، مضيفا أنه يمتلك كل المستندات التي تثبت أن الفنانة المصرية ليست أم لأولاده الحقيقية، وأنها أجرت زرع بويضات من سيدة أخرى. وشكل ذلك الإعلان صدمة لدى الكثيرين الذين بدأوا باستذكار العديد من قضايا النسب التي حدثت بين المشاهير وأنكروا فيها نسب أطفالهم إليهم، كما استذكر الشارع المصرية الفنانة فاطمة سري والتي عرفت بأنها صاحبة أول قضية نسب في مصر، حيث تزوجت فاطمة عرفيا بمحمد باشا شعراوي نجل زعيمة الحركة النسائية في مصر هدى شعراوي في عشرينيات القرن الماضي، بعدما دعتها الأخيرة لإحياء حفل في فيلتها فشاهدها الشاب وعجب بها وتزوجها، وكان ثمرة هذا الزواج طفلة اسمتها ليلى. ولكن ما حدث بعد ذلك أنه قرر التراجع عن هذا الأمر، وطلبته والدته بالابتعاد عن زوجته وإنكار نسب الطفلة، ما جعل فاطمة تحاول الحصول على حقوقها وحقوق ابنتها بالتراضي، إلا أنها لم تنجح بذلك فاختارت اللجوء للقضاء مقدمة للمحكمة اعترافا من زوجها وبخط يده يقول إن جنينها هو ابنه، ليصدر الحكم لصالح الطفلة بثبوت نسبها لمحمد شعراوي وبضمها لحضانته. وتولت قضايا إثبات النسب بعد قضية فاطمة سرية والتي كان أصحابها مشاهير معروفين جدا، وشهدت أروقة المحاكم خلافاتهم لمدة سنوات والتي كان عنوانها رفض الغالبية منهم إثبات نسب أطفالهم إليهم، متهمين الطرف الآخر بالكذب لتصنف المحكمة بعضهم وتجبر آخرين على الاعتراف. هالة صدقي تحتفل بتخرج ابنائها وتوجه رسالة للأمهات المحترمات. احتفلت الفنانة هالة صدقي بحفل تخرج أبنائها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستغرام، ونشرت صدقي صورة لأبنائها وسط أصدقائهم أثناء احتفالهم بالتخرج من المدرسة، معلقة عليها مبروك لحبيبي حفلة التخرج وبكرة آخر يوم في الإجازة، مبروك لكل أم تعبت وجريت على التمارين وعلى الدروس وعلى الدكتور، مبروك لكل الأمهات المحترمات. وفي سياق آخر، قد ظهر زوج الفنانة هالة صدقي عبر فيديو يوضح حقيقة المشاكل المتداولة مع طليقته، وأكد أن هناك مستندات رسمية تثبت استيلاء صدقي على أمواله، مشيرا إلى أن القانون لم ينصفه حتى الآن. وعلى جانب آخر، أثارت الفنانة هالة صدقي حالة من الجدل بعد ظهور زوجها مطالبا بتحويلها للطب الشرعي وعمل تحليل دي ان اي، منكرا نسب ابنها منه إليها، منكرا نسب ابنه منه إليه. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحامي اتهم خلاله الفنانة هالة صدقي بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة دون أي سند قانوني. جاء الوقت لكي يتحدث تطورات قضية هالة صدقي وزوجها. لا زالت أزمة الفنانة هالة صدقي وزوجها المحامي سامح سامي تثير الجدل، واتخذت هالة صدقي خطوات قانونية ضد زوجها والمحامي صلاح الصقة الذي شهر بها. أكدت هالة صدقي في تصريحات صحفية أنها لن تتنازل عن حقها، موضحة أن اعتذار المحامي صلاح الصقة غير مقبول، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات للنائب العام ضد المواقع التي شهرت بها ونشرت أخبار خاطئة عنها. وشددت هالة صدقي على أن ما يقوله زوجها كلام غير
غير صحيح عندما قال أنها لم يكن لديها القدرة على الإنجاب وشكك في نسب ابنيهما مريم وسامو، مشيرة إلى أن الخلافات مع زوجها منذ 5 سنوات، موضحة أنها احترمت قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رفضت السفر معه وتحملت السباب والإهانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها الآن لن تسكت وستتحدث وتأخذ حقها. وكان المحامي سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقي ظهر في فيديو أكد استمراره في القضايا ضدها، وأكد سامي خلال الفيديو أنه لن يتنازل عن أي قضية ضدها وأنه مستمر لمعرفة نسب أولاده مطالبا بإجراء تحليل دي ان ايه. وقال أنا محتاج دي ان ايه وبصمة صوتها مش أكتر من كده، والقضية شغالة ومش هتنازل، وأنا اللي هترافع في القضية دي لأنها قضيتي أنا. تطورات قضية هالة صدقي وزوجها، المحامي ينسحب ووجه رسالة لأبناء. لا تزال أزمة الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي تتصاعد خلال الآونة الأخيرة بعدما تقدمت بمذكرة إلى النائب العام ضد محامي زوجها بعد اتهامه لها باستيلاء على أموال زوجها فضلا عن رفعه دعوى إنكار نسب ضدها. من جانبه أعلن صالح الصقة محامي سامح سامي زوج هالة صدقي انسحابه من القضايا التي تخصهما حفاظا على الأبناء، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم مطالبا الزوجين بالتنازل عن المصالح الشخصية حفاظا على الأسرة وللعيش في سلام واستقرار. كما وجه رسالة للأبناء سامو ومريم قائلا أعتذر عن كل ما كتب في الصحافة، وأنت أشرف من أي حد ولا بد من الابتعاد عن هذه المشاكل وإن شاء الله هتتحل خلال الفترة المقبلة. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا فيديو جديد لسامح سامي كشف خلاله تفاصيل الأزمة، موضحا أنه قام بعمل توكيل عام رسمي لزوجته في عام 2012 لكنها استغلته واستولت من خلاله على جميع ممتلكاته بموجب هذا التوكيل، فضلا على حصولها على قطعة أرض قيمتها 8 ملايين جنيه إلى جانب أرصدته بالبنوك. وأضاف أنه لجأ للقضاء لإلغاء هذا التوكيل وإعادة أرضه من جديد لأن الإلغاء يقتضي وجود طرفين، موضحا أن زوجته حصلت على الحكم لصالحها في قضية النفقة التي رفعتها بسبب استعانتها بشهود زور، رغم أنه قدم جميع المستندات اللازمة بأنه لا يمتلك قيمة النفقة التي طلبتها على حد قوله. وتابع هو أنا عملت إيه عشان تعمل كل كده؟ أبوي وأمي ذنبهم إيه ما يشوفوش أحفادهم؟ مش عارف أشوفهم ولا أسمع صوتهم ولا أكلمهم ولا أعرف أي حاجة عنهم خالص، هي أجبرتهم على إلغاء اسمي من أسمائهم فبقوا سامو صدقي ومريم صدقي. وأضاف أنه تأكد مؤخرا من أن هالة صدقي ليست أم لأولاده وأنها استعانت ببويضات أمرأة أخرى دون الرجوع إليها، مضيفا بستنجد بالنائب العام لأنه أنا المقهور وبطالبها بإجراء تحليل دي ان ايه لإثبات نسب أولادنا، كما أطالب بإجراء بصمة صوت لها على الفيديو الشهير اللي كانت تشتم فيه زملائها بعدما قالت إن لفقت ليها. تطورات جديدة في قضية الفنانة هالة صدقي والفيديو المثير للجدل. أكدت الفنانة المصرية هالة صدقي أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامي ومحاميه صالح الصقة الذي شهر بها مؤخرا، وأشارت إلى أن اعتذاره عن التشهير غير مقبول تماما بالنسبة لها. وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها وبلاغا ضد الصحفي محمد ضاحي الذي نشر الفيديو المثير للجدل. وأضافت أن كل ما ذكره زوجها عنها مؤخرا في حديثه في أحد البرامج كلام ليس له أساس من الصحة، والذي تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب وسامو ومريم ليسوا أبنائها. وقالت الفنانة هالة صدقي إنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أمريكا لكنه رفض أن تسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات وشتيمة على فيسبوك وجاء الوقت لكي تتحدث ولن تتنازل عن حقها. وكانت الفنانة هالة صدقي حذرت من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة بشأن خلافها مع زوجها سامح سامي، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك. وقالت الفنانة في بيان إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعى أنه محامي يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل اعتبرته مثير للدهشة دون أي سند قانوني. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. متى سيتم توقف الأمور بالكامل وما هو سر انفعال زوج هالة صدقي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.